الرئيس السيسي يصل كريت للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان. السيسي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني. انطلاق فعالية التدريب المشترك تبوك 4 بمشاركة قوات من مصر والسعودية. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها الثالثة، ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أنستاتدياس ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيباس مؤتمرا صحفيا عقب اختتام القمة الثلاثية. وكان السيسي قد وصل صباح اليوم إلى جزيرة كريت اليونانية في إطار استكمال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، والتي انطلقت بالقاهرة في نوفمبر من العام 2014. تمر العلاقات المصرية القبرصية اليونانية بتقارب شديد، وشهدت خلال الفترة الأخيرة حراكا سياسيا غير مسبوق، وذلك في إطار التعاون مع دول شرق البحر المتوسط. تقارب تام بين القوات المسلحة لكل من مصر واليونان وقبرص للتعاون في العديد من المجالات، المزيد في سياق هذا العرض. أهلا بكم. تقارب تام بين القوات المسلحة لكل من مصر واليونان وقبرص للتعاون في تحقيق السيطرة البحرية وفي تأمين الأهداف الاقتصادية والحيوية والتصدي لأي عدائيات محتملة. في العرض التالي نستعرض أبرز التدريبات والمباحثات المشتركة. في 26 من يونيو 2018 انطلقت فعاليات التدريب البحري الجوي المصري اليوناني القبرصي، وكان يطلق عليه ميدوزا 6. هذا التدريب المشترك الذي استمر لعدة أيام على سواحل المتوسط بمصر. في 19 من إبريل 2018 كانت زيارة لوزير الدفاع اليوناني إلى مصر على رأس وفد عسكري لبحث موضوعات ذات اهتمام مشترك. أما 16 من فبراير 2018 شكري بحث مع وزير الدفاع اليوناني خطط مكافحة الإرهاب في المنطقة. في نوفمبر 2017 كان التدريب البحري الجوي المشترك ميدوزا 5. التعاون العسكري ما بين مصر واليونان استمر، وكانت هناك أيضا تدريبات مشتركة. أغسطس 2017 شهد التدريب البحري الجوي المشترك ميدوزا 4، والذي استمر لعدة أيام على سواحل البحر المتوسط. في 24 من إبريل 2017 بحث وزير الخارجية سامح شكري مع وزير الدفاع بانوس كامينوس سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية ما بين مصر واليونان، وكان هذا على هامش المؤتمر الوزاري الأول لتدشين منتدى الحضارات القديمة، هذا المؤتمر الذي عقد بأثينا. في 9 من شهر ديسمبر 2016 كانت المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك المصري اليوناني ميدوزا 2016 في المنطقة جنوب شرق بحر إيجا وجزيرة كريت، هذه الجزيرة التي تشهد اليوم القمة الثلاثية لمصر وقبرص واليونان.
في العاشر من ديسمبر 2015 المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 2015، والذي نفذ ولأول مرة ما بين البلدين واستمر لعدة أيام باليونان. في 30 من شهر مايو 2015 كان هذا التدريب الجوي المشترك الذي أطلق عليه حورس 2015، والذي مثل أحد أقوى وأكبر التدريبات المشتركة واستمر أيضا لعدة أيام، ولكن بإحدى القواعد الجوية المصرية. في 28 من شهر أغسطس 2012 كانت التدريبات البحرية المشتركة ما بين مصر واليونان في المياه الإقليمية المصرية ولمدة 5 أيام. إذن كانت هذه التدريبات المشتركة التي جمعت ما بين القوات المسلحة لكل من مصر واليونان وقبرص للتعاون في تحقيق السيطرة البحرية ولتأمين الأهداف الاقتصادية والحيوية والتصدي لأي عدائيات محتملة. تابعناها معكم في سياق هذا العرض، شكرا لكم. عقد رئيس عبد الفتاح السيسي قمة ثنائية مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسس سيبراس، وذلك قبيل بدء فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص بجزيرة كريتا اليونانية. وأكد بيان للمتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي أن السيسي أشاد بعمق العلاقات المتميزة بين مصر واليونان والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين. وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما في قطاعات السياحة والاستثمار والطاقة، وكذلك عددا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. إلى ذلك التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس قبيل القمة الثلاثية بين زعماء مصر واليونان وقبرص في جزيرة كريت اليونانية. وتطرق اللقاء إلى العلاقات المتميزة بين مصر وقبرص والتي شهدت نموا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، فضلا عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذا التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أشرف سنجر رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. دكتور أشرف أهلا بك على إكسترا نيوز. أهلا وسهلا فندم. يعني هي جولة ثلاثية وقمة ثلاثية أيضا بين مصر واليونان وقبرص. أهم ما خرجت به هذه اللقاءات كانت إعادة ترسيم الحدود في البحر المتوسط، مما نتج عنه استخراج الغاز و كلما تبع ذلك من استكشافات أو اكتشافات بترولية وغاز طبيعي في على الحدود البحرية المصرية. ما أهم ما تم طرحه هذه المرة على طاولة اللقاء؟ طبعا العلاقات المصرية اليونانية القبرصية مع وصول الرئيس السيسي للسلطة أخذت منحنى مهما، وهو يعني تشكيل تحالف سلمي سياسي اقتصادي لأجل ضمان أمن المتوسط، لأن طبعا البحر المتوسط يشترك عديد من الدول، ولكن البحر المتوسط الآن مع اكتشافات الغاز الطبيعي كان هناك تصور مصريا محترما بأن يتم ترسيم الحدود الاقتصادية كي يعطي لليونان ومصر وقبرص فرصة لاستكشاف الغاز الطبيعي وإعطاء لاقتصاديات هذه الدول فرصة للنمو. طبعا الدولة المصرية ترى في اليونان وقبرص أعضاء في الاتحاد الأوروبي بنقل صورة جيدة للأوضاع السياسية والاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي، بجانب أن قضايا الهجرة الغير شرعية وقضايا الإرهاب تفتح مجالا للتعاون بين الجانبين. الرئيس السيسي ونظراءه القبرصي واليوناني
على خط مشترك في قمم الأمم المتحدة وفي السياسة الدولية حول القضايا العامة. أيضا هناك إلى جانب ذلك بعض الملفات الإقليمية والدولية التي قد يتطرقون لها، خصوصا مسألة الهجرة غير الشرعية، وأن مصر قد استطاعت تحجيم هذه الأزمة من خلال السواحل المصرية، ولكن اليونان ما زالت تعاني بكل تأكيد نتيجة بعض المراكب التي يستقلها المهاجرون من السواحل الليبية أو السواحل السورية. بالتأكيد البحرية المصرية متطورة، وكافة التطويرات اللي حصلت بعد رئيس السيسي كانت ملفتة للنظر، وهي أمور تستدعي ليس حماية مصر فقط، ولكن تستدعي أيضا التعاون مع دول الجوار الإقليمي، وطبعا اليونان ومصر يتفقان على قضايا مهمة حول الهجرة الغير شرعية. اليونان قبرص دول قليلة في عدد السكان، وإذا حدث انفلات في هبكام الكبير من الهجرة فده بيغير من الخريطة الديموغرافية لليونان وقبرص، ويعطي مشاكل متعددة في هذه الدول. مصر ترى أن الحفاظ على أمن اليونان وأمن قبرص بالحفاظ على مصالحهم أيضا كهو كحفاظ مشترك على الأمن المصري أيضا، فالتعاون بينهم حول هذه القضايا تعاون محترم ويعطي لمصر دورا إقليميا. ولكن كما تعلم ونعلم جميعا أن الهجرة قضية معقدة وتحتاج إلى تعاون وتظافر كثير من القوى الإقليمية والعالمية في الحد منها وحل المشاكل الرئيسة اللي موجودة في الإقليم. يعني الهجرة من سوريا في حل المشكلة السورية سيوقف طبعا هذا الأمر. الدكتور أشرف سنجر، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أشكرك شكرا جزيلا. انطلقت فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك تبوك 4، والذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية السعودية، ويستمر لعدة أيام بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية. وكانت عناصر من القوات البرية الملكية السعودية المشاركة في التدريب قد وصلت إلى مصر على مدار الأيام الماضية لتوحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين. ويهدف التدريب إلى تنمية وتعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها السعودية من خلال استمرار التدريبات المشتركة بين الجانبين. يذكر أن القوات المسلحة المصرية والسعودية تنفذان العديد من التدريبات المشتركة، كان أبرزها رعد الشمال ودرع الخليج وتحية النسر والنجم الساطع. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. سعادة اللواء، أهلا بك على أكسون نيوز من القاهرة. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. بكل تأكيد هناك خصوصية للعلاقات المصرية السعودية. هذه المرة هناك تدريب جديد، جولة جديدة من التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين، وهي تبوك 4. كيف تستطيع البلدان تنسيق الجهود لتحقيق درع حقيقي للمنطقة، خصوصا في ظل الأوضاع بكل تأكيد التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والدول المحيطة بمصر والسعودية؟ زي ما احنا عارفين ان مصر والمملكة العربية السعودية بلدين ليهم ثقل سياسي وعسكري في المنطقة، مش بس المنطقة العربية بس، لكن منطقة الشرق الأوسط عموما، والتعاون بينهم في مجالات كتيرة جدا، منها طبعا المجال العسكري. أهمية المجال العسكري أنه مؤشر قوي على وجود توافق سياسي، مفيش دولتين بيحصل بينهم هذا التعاون، وأرقى مجالات التعاون العسكري وجود تدريبات مشتركة بهذا العدد. يعني احنا بيننا وبين المملكة العربية السعودية 3 تدريبات ثنائية، تبوك اللي بتنفذ اليومين دول، ومرجان هو تدريب بحري، وأيضا فيصل تدريب جوي، إضافة لاشتراكنا مع المملكة العربية السعودية في عدة تدريبات كبيرة، وحاجة تفضلت قلتهم اللي هم رعد الشمال والدرع الخليج وتحية النسر والنجم الساطع. فالعدد ده كله بيبين ان التعاون العسكري في اعلى حالاته بيننا وبين المملكة العربية السعودية، بيوحد المفاهيم بين القوات المسلحة لكلا الدولتين، وده بيشكل قوة ردع للامن القومي العربي ولكلا الدولتين، وايضا لامن الخليج، لان هي دولة فعالة في الخليج
ودي نقطة مهمة جدا لازم برضو نحطها في اعتبارنا. وده يمكن بيترجم يمكن المقولة المهمة جدا لسيادة الرئيس مسافة السكة. تمام، عظيم. سيادة اللواء، أهم الأفرع العسكرية المشاركة في هذه التدريبات أو الأسلحة، هو طبعا ده تدريب للقوات البرية، فهتلاقي كل عناصر القوات البرية مشتركة بصورة كبيرة جدا، من المشابه الطبع، المدرعات وكل التخصصات، دفاع جوي بالضبط. احيانا وطبعا بطبيعه الحال ان القوات البريه لما بتشترك في تدريب مشترك قد تحتاج ايضا دعم جوي، وده اللي ممكن غطاء جوي، اضافه الى ان احنا بيننا وبين السعوديه تدريب جوي منفصل اللي هو تدريب فيصل، وتدريب بحري ايضا منفصل اللي هو مرجان. ودي نقطه القوه في العلاقه ما بيننا وبين القوات. بصراحه السعوديه يعني يمكن اكثر الدوله بيننا وبينها تدريبات مشتركة، وبأكد تاني دي نقطة قوة لكلا الدولتين وللأمن القومي العربي وردع حضرتك عارف التهديدات ما زالت بتتنامى، ما زالت موجودة بكافة أشكالها بتواجه المنطقة. سعادة اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أشكرك شكرا جزيلا. أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن حل أزمات العالم المعاصر يستوجب ضرورة العودة إلى الدين ومرجعيته كحارس للأخلاق وضوابطها ومنقذ لحل تلك الأزمات. وأشار الطيب خلال كلمته في افتتاح مؤتمر زعماء الأديان بالعاصمة الكازاخية لاستانا إلى أن الإرهاب ليس صنيعة الإسلام أو الأديان، ولكنه صنيعة سياسات عالمية جائرة ظالمة ضلت الطريق وفقدت الإحساس بآلام الآخرين. وتأتي مشاركة الإمام الأكبر في المؤتمر في إطار زيارته الرسمية إلى كازاخستان، والتي التقى خلالها بالرئيس الكازاخي وعدد من كبار المسؤولين. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف. دكتور عبد العزيز أهلا بك على إكسترا نيوز. يا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. طبعا يعني دائما ما تكون هناك تصريحات حقيقية وفي صلب الموضوعات من قبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، هذه المرة خرج ليعلن أن الإسلام بريء من الإرهاب كما أعلن من قبل، ولكن هذه المرة توجه باللائمة إلى السياسات التي وصفها بالجائرة التي ضلت الطريق وفقدت الإحساس بآلام الآخرين. هذه مرة من المرات القليلة التي يخرج بها أحد زعماء الطوائف الدينية في العالم أجمع، من أزهر أو فاتيكان أو رجال دين يهودي حتى، يخرجون لإدانة سياسات جائرة أدت إلى ظهور الإرهاب بهذا الشكل الفج. طب بالتأكيد أن هذه الزيارة المهمة لفضيلة الإمام الأكبر، والتي بدأت كما ذكرتم حضراتكم اليوم بحضور مؤتمر زعماء الأديان في العالم في كازاخستان، فضيلة الإمام الأكبر يركز على أمور مهمة جدا جدا، وهي في البداية دفع ما يصار في العالم وما تسوق له وسائل الإعلام من أن الدين الإسلامي هو صانع الإرهاب، وأن الدين الإسلامي وأن الشريعة الإسلامية هي التي تعتبر مصدر الإرهاب في العالم كله. ففضيلة الإمام الأكبر بدأ خطابه لكي يبين لجميع الزعماء ويبين للعالم أن الإرهاب ليس صناعة إسلامية ولا صناعة دينية، لأن الأديان السماوية كلها من عند الله عز وجل ومصدرها واحد، وجميع الأديان السماوية تدعو إلى المحبة وإلى الوحدة وإلى يعني نبذ العنف والتخريب والتدمير. هذا ليس من صناعة الأديان، وإنما هو من صناعة ساسة لكي يحقق أجندات معينة
ولكي يركع الشعوب التي تعصى على الدول التي تعتبر داعمة ومموّلة للإرهاب وتوفر له الدعم المادي والمالي والإعلامي واللوجستي. اليوم تولي فضيلة الإمام الأكبر وحضوره هي رسالة قوية من مصر إلى العالم كله، مصر الأزهر، إلى أن الأزهر هو الذي يحارب الإرهاب ولا يدعم الإرهاب، بل نحن في كل مكان من العالم لهم بالفكر المستنير الذي يوضح حقيقة الإسلام. دكتور عبد العزيز، يعني أهم فعاليات مؤتمر زعماء الأديان وما الذي يتم مناقشته في مثل هذه المؤتمرات؟ هو بالتأكيد أن الموضوعات التي تتصدر العالم كله الآن هي الموضوعات الخاصة بمناطق النزاع والصراعات في العالم، وخاصة الصراعات الدينية، لأن المؤتمر يتحدث عن زعماء الأديان في العالم، فبالتالي المؤتمر يناقش كل القضايا الشائكة التي يعني هي معنية بالأديان، سواء الدين المسيحي سواء الدين الإسلامي، خاصة أن هناك بعض الساسة عندما يعني فشلوا في تحقيق أغراضهم عن طريق الإرهاب فهم يحاولون الوقيع بين أصحاب الديانات حتى يعني يسهل عليهم تفتيت أي مجتمع متماسك مترابط فيه خليط من الأديان، وبالتالي تكون هذه هي يعني الشرارة التي يشعلون بها النار في أي منطقة من مناطق العالم. فالمؤتمر يعتبر رسالة واضحة للعالم أن هناك تعانق وهناك تعايش بين الأديان، بدليل أن زعماء الأديان يجلسون على مائدة واحدة وينتهون إلى توصيات، أنه مضمون هذه التوصيات أنه ليس هناك تعارض بين أي دين سماوي، وليس هناك تناحر ولا تقاتل، بل أن هذه الأديان كلها هناك عوامل مشتركة كثيرة، أننا جميعا نعبد إله واحد ورب واحد وهو الله رب العالمين، والإسلام يعني هو الدين يعني الذي أتى بعد اليهودية والمسيحية، هو الذي يعلنها دائما وأبدا، يعني لكم دينكم ولي دين، هو الذي يعلنها دائما لا إكراه في الدين، وإنما الدين الإسلامي يدعو العالم إلى السلام وإلى السلم وإلى الأمن وإلى الأمان، وهذا أيضا موجود في المسيحية وموجود في جميع الأديان التي هي من عند الله عز وجل. ونعم بالله. دكتور عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. قال رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي أن باريس تسعى بالفعل إلى زيادة استثماراتها في مصر وتدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعتبرها غير مسبوقة ومبشرة. وخلال لقائه رئيس مجلس النواب علي عبد العال بمقر مجلس الشيوخ، أشاد لارشي بجهود مصر في محاربة الإرهاب وما نتج عنها من فرض للأمن والاستقرار. ومن جهته أوضح عبد العال أن مصر تسعى إلى تحقيق موازنة بين حاجاتها للتعامل مع خطر الإرهاب والتطرف الديني في إطار من احترام الحقوق الإنسانية. وأشار عبد العال إلى الكلفة التي تتكبدها مصر جراء اضطراب الأوضاع في عدد من دول المنطقة، مؤكدا استعادة مصر لاستقرارها وإسهامها في تحقيق استقرار المنطقة. السادة المشاهدين، وردنا الآن هذا الخبر العاجل، حيث بدأت فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها السادسة، وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثية التي انطلقت بالقاهرة في نوفمبر من العام 2014 بجزيرة كريت اليونانية، وذلك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس وزراء اليونان
أليكسيس تسيبراس، وتهدف قمة كريت إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الماضية وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط. تستضيف مملكة البحرين الدورة الثانية من مهرجان الأهرام الثقافي تحت عنوان مصر العروبة وبحرين الوفاء، حضارتان ومصير مشترك، وذلك للتأكيد على العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين، كذلك أهمية القوى الناعمة في مواجهة الإرهاب. مزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل علاء محمد، موفد أكسترا نيوز للبحرين. 30 لوحة مستنسخة من المقتنيات الفنية الخاصة بمؤسسة الأهرام الصحفية انتقتها الفنانة التشكيلية أماني زهران للمشاركة بهم في النسخة الثانية من مهرجان الأهرام الثقافي التي تستضيفه دولة البحرين. الحقيقة أنا انتقيت 30 من أهم اللوحات اللي موجودة من ثروة الأهرام من المقتنيات الفنية، من أهمها لوحة ذات العيون العسلية للفنان المصري محمود سعيد، لوحات لصلاح طاهر، كامل مصطفى، سناء البيسي، عز الدين نجيب، حسن عبد الفتاح، سيف وانلي، ليه لوحة مهمة جدا لوحة العشاء الأخير احنا جايبين تفصيلة منها. الحقيقة هي مجموعة كبيرة وعظيمة من فناني مصر من الرواد والجيل الوسط والشباب. الحقيقة يشرفني أن أرحب بكم اليوم في افتتاح فعاليات هذا المهرجان الإعلامي والثقافي الأخوي الذي يعكس عمق الروابط التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى جمهورية مصر العربية، وما تشهده من تقدم ونماء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الجلسة الافتتاحية شهدت الكلمات الترحيبية بالوفد المصري وعرض لبرنامج المهرجان والموضوعات التي ستناقش على مدار أيام انعقاده. السنة دي جايين بثلاث معارض، معرض الكتاب وهو المعرض الأضخم خارجيا لمؤسسة الأهرام، 5000 عنوان كتاب، السنة اللي فاتت كنا 4000 عنوان كتاب فقط، وعندنا معرض للفن التشكيلي من مقتنيات الأهرام من أهم اللوحات لرواد الفن التشكيلي المعاصر، عندنا معرض لإدارة الماكروفيلم وهو أبرز صفحات الأهرام التي نشر بها أخبار أو تحقيقات أو حوارات عن مملكة البحرين. ما تناولته الأهرام فيما يخص دولة البحرين وثقته من خلال معرض مايكروفيلم تضمن أهم الأخبار والمقابلات الصحفية والتغطيات الخاصة بالمملكة. احنا بنسجل من خلال التاريخ على صفحات الأهرام شكل العلاقات كيف كانت وكيف أصبحت. في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعددت الزيارات، ملك البحرين زار مصر تقريبا حوالي 7 زيارات، كان منهم رسالة مهمة جدا لما جلالة الملك جاء شرم الشيخ في وقت ما كان الإرهاب موجود ونزل البحر هو وأولاده، قال إن مصر دي أرض الأمن والأمان. فردنا بحوار معه ومع رئيس الوزراء، جلالة الملك ساعتها قال رسالة مهمة، كان عندنا الانتخابات الرئاسية، قال أنا لو كنت مصريا لو كان لي صوتا لمنحته لعبد الفتاح السيسي. تنامي خطورة الإرهاب على المنطقة وكيفية المواجهة هو العنوان العريض لغالبية الندوات والجلسات النقاشية، لا سيما ملف تطوير الخطاب الديني. نتضافر جميعا معا على إعادة صناعة خطاب ديني يعبر تعبير أمين ودقيق عن حقائق الشريعة التي جاءت رحمة للعالمين وجاءت لتدعو إلى العلم والبحث العلمي وبناء المؤسسات وحفظ الأوطان وصناعة الحضارة كما هي مقاصد الشرع الشريف في الحقيقة، ولنتضافر جميعا من مصر إلى البحرين إلى ليبيا إلى اليمن إلى مختلف الأشقاء العرب وعلى امتداد العلاقات المصرية، لنتضافر جميعا معا لتفكيك وتفنيد
أي فكر يحول هذا الشرع الشريف إلى خراب ورعب ودماء وإلى نقض للعهود وإلى ترويع للآمنين. الخطر مشترك، والواجب الذي نقوم به واجب مشترك، وسننجح فيه بإذن الله. الدورة الحالية شهدت أكبر معارض الكتب التي نظمتها الأهرام خارجيا، حيث تعرض 5000 عنوان في مختلف التخصصات، تأكيدا على أهمية القوى الناعمة للدول العربية في مواجهة التحديات. على مدار 3 أيام ينعقد مهرجان الأهرام الثقافي في دولة البحرين للتأكيد على أهمية الثقافة والإعلام في رسم استراتيجية لمواجهة ظاهرتي الإرهاب والتطرف في منطقتنا العربية. علاء محمد، إكسترا نيوز. رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة خلال الفترة من 2 حتى 10 من شهر أكتوبر، وذلك بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات. أكد الرئيس العراقي برهم صالح ضرورة تضافر الجهود لبناء جيش وطني عراقي متطور ومهني ينتمي إلى الوطن حصرا. جاء ذلك خلال استقبال صالح لرئيس أركان الجيش الفريق الركن عثمان الغانمي والوفد العسكري المرافق له، حيث أشاد الرئيس العراقي بالانتصارات التي حققتها القوات العراقية في الحرب ضد الإرهاب وتحرير المحافظات التي كانت تعاني من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، وأكد دعمه الكامل للبدء في حصر السلاح بيد الدولة. أعلن مسؤول إيراني قطع 7 مليارات متر مكعب من المياه المتدفقة عبر نهر دجلة إلى الأراضي العراقية، ما يزيد من تفاقم مشكلة نقص وتلوث المياه التي تعاني المدن العراقية منها وفي مقدمتها البصرة. وقال معاون وزير الزراعة الإيراني علي مراد أكبري إن بلاده ستستخدم هذه الكميات من المياه في إقامة 3 مشاريع رئيسية في جنوب غرب البلاد، وكانت إيران قد قطعت المياه في وقت سابق عن معظم الروافد الموجودة في أراضيها والمغذية لنهر دجلة في العراق، ما تسبب في انخفاض مناسيب النهر بشكل كبير وتعرض بعض المناطق للجفاف والتلوث. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور وسام صباح المحلل السياسي العراقي. دكتور وسام، أهلا بك على إكسترا نيوز من القاهرة. أهلا بك. يعني أليست هناك أي اتفاقات دولية تستطيع العراق اللجوء إليها لوقف هذا القطع الجائر عن روافد نهر دجلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض على العراق الآن أن يستجهل الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية لغرض أو حتى نقول التحكيم الدولي في سبيل أنه ما يجري الآن من قطع المياه على العراق، يعني أعتقد أنه الحكومة العراقية لا أعلم لماذا ساكتة لحد الآن عن هذه المسألة المهمة جدا وما نراه على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هذا سؤال أهم، ما الذي يدفع الحكومة العراقية للسكوت كل هذه الفترة، خصوصا أن هناك رئيس جديد عراقي وهناك جيش وطني عراقي وهناك رجوع وانحصار للبقعة التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي؟ ما الذي يدفع هؤلاء الرجال الذين يقفون الآن في سدة الحكم العراقي للسكوت؟ الآن يعني لم تشكل الحكومة الجديدة، لو تشكلت الحكومة الجديدة أعتقد أن العراق سيقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة عن قطع المياه على العراق، لذلك هذه المسألة الآن تخص الحكومة العراقية. لنرى ما في المستقبل بعد تشكيل الحكومة خلال أيام إن شاء الله، أعتقد سيتقدمون بشكوى لغرض فتح المياه مرة أخرى والحصص المتفق عليها، او يمكن ان يكون هناك اتفاق ما بين العراق وبين ايران على هذه المساله في تدفق الحصص الى العراق. ولم تعلن حتى الان القياده العراقيه التي قد تكون قد وضعت هذا الاتفاق، لم تعلنه للشعب؟ نعم، المفروض هذا يعلن على الشعب والمفروض يعلن على القنوات الفضائيه
بأن هناك اتفاق أو لم يكن هناك اتفاق. لو كان هناك اتفاق فالمفروض أن يتبع القوانين بشكوى على ضمن مضمون هذه الاتفاقية ما بين العراق وإيران. وأعتقد أنه العراق لحد الآن لم يظهر لنا أو لم يخرج لنا مسؤول في هذه المسألة. دكتور وسام، يعني في حقيقة الأمر لم تستطع إيران أن تفعل ذلك مسبقا، لكن عذرا دكتور وسام سأضطر إلى المقاطعة وإن هذا الاتصال. أشكرك شكرا جزيلا دكتور وسام صباح، المحلل السياسي العراقي، لأن الآن ننتقل على الهواء مباشرة لنقل فعاليات هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى هناك. السؤال الأخير، التهديدات تجاه إيران، نحن نرغب بأن كل اللاعبين الخارجين الذين لهم دور في الأزمة السورية أن يعتمدوا بشكل أساسي، وهو تقديم المساعدة للحكومة السورية للتخلص وبشكل جذري من التهديدات الإرهابية على الأراضي السورية طبقا لاتفاق لقرار 2254. ومن المفهوم أنه لا يمكن أن ننتقد التصرفات المختلفة. وهنا ينتهي هذا المؤتمر، أشكر لكم اهتمامكم. والآن حضرات السادة المشاهدين نعود لاستكمال هذه الجولة الإخبارية، وتحديدا من الأراضي السورية، إذ قتل 13 إرهابيا من تنظيم داعش وسبعة من قوات سوريا الديمقراطية جراء الاشتباكات الدائرة بين الطرفين في ريف دير الزور الشرقي خلال 24 ساعة الماضية. وقالت مصادر سورية إن قوات التحالف الدولي شنت حملة قصف عنيفة على مواقع داعش الإرهابي في الضفاف الشرقية لنهر الفرات بالتزامن مع المواجهات الجارية هناك. يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تحظى بدعم التحالف الدولي بهدف تحرير آخر الأراضي التي استولى عليها الإرهابيون في العام 2014. تمكنت قوات الجيش اليمني بدعم من التحالف من تحرير مواقع ومرتفعات في مديرية نهم الشرقية العاصمة صنعاء، كما تمكنت القوات من السيطرة على مخزن صواريخ حوثية في أحد كهوف باقم بصعدة. وقال مصدر عسكري إن العديد من عناصر الميليشيا قتلت في المعارك التي لا تزال مستمرة وسط فرار جماعي للميليشيا باتجاه مركز مديرية نهم. دعا رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان الألماني إلى الاعتراف بدولة فلسطين ودعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. جاءت تلك الدعوة في رسالة تسلمها رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبوندستاغ الألماني في برلين خلال استقباله وفد البرلمان. وتأتي الزيارة في إطار تحرك البرلمان على الساحة البرلمانية الدولية لتأمين الاعتراف بدولة فلسطين على غرار اعتراف برلمانات عدد من الدول المؤيدة للحق الفلسطيني. تختتم القوات الجوية السعودية اليوم مناوراتها المشتركة مع القوات التونسية والمستمرة منذ عدة أيام في قاعدة سيدي أحمد الجوية بمدينة بنزرت التونسية. وشهدت المناورات برنامجا تدريبيا اشتمل على عدد من العمليات الجوية الدفاعية والهجومية بعدد من الطائرات الحربية من الجانبين، كما تم تنفيذ عدد من فرضيات المناورات بنجاح. اشتملت على تدريبات نظرية وعملية تمثلت في التدريب على إجراءات وسلامة الطيران والإسناد الفني والتمويني وصيانة الطائرات. قال مسؤول قطري إن قطاع السياحة في قطر سيحتاج إلى نحو 3 سنوات لكي يتعافى من خسائره الناجمة عن توقف حركة السياحة القادمة من بعض الدول في أعقاب قرار السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة يونيو الماضي لتمويلها للإرهاب. وبحسب البيانات فإن الدوحة قد زارها نحو 1 مليون سائح خلال النصف الأول من العام الحالي،
وهو ما يقل بمقدار الثلث عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث جاء الجزء الأكبر للتراجع من الدول المجاورة. يأتي ذلك فيما تراجع معدل الإشغال في الفنادق القطرية إلى نحو 60%. لقيا شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في حادث إطلاق نيران وقع بمركز تجاري في ولاية فلوريدا الأمريكية. وقالت وسائل إعلام أمريكية إن شهود عيان أكدوا سماعهم دوي نحو 10 طلقات، فيما استبعدت السلطات أن يكون الحادث عملا عشوائيا، مؤكدة فتح تحقيق موسع لمعرفة دوافع مرتكبي الحادث. أكد الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني أن تأمين الانتخابات أمر حيوي وهام للغاية، مشيرا إلى أن تهديدات حركة طالبان لن تعرقل الشعب الأفغاني للمشاركة فيها. وقال عبد الغني أن مسؤولي الأمن والدفاع قدموا تقاريرهم بشأن التهديدات المحتملة والاحتياطات الأمنية التي يتم النظر فيها لمراكز الاقتراع. وكانت حركة طالبان قد حذرت في وقت سابق من أنها ستنفذ هجمات ضد مراكز الانتخابات في البلاد. أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة صحر نصر أن الوزارة تضع في أولوياتها دعم المشروعات التي تخدم الشباب إيمانا بدورهم الحيوي في بناء المجتمع. جاء ذلك خلال لقاء صحر نصر بوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، حيث ناقش الوزيران تكثيف التعاون بين الوزارتين في مجال ريادة الأعمال وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الصغيرة من خلال مبادرة فكرتك شركتك، إضافة إلى دعم مراكز الشباب وتطويرها. وأكد صبحي أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار في كافة المجالات، حيث أقرت عددا من الإصلاحات التشريعية التي تهيئ مناخا جاذبا للمستثمرين، إضافة إلى الإصلاحات التي تمت في مجال الرياضة وإقرار قانون الرياضة. أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن خطة التنمية المستدامة حتى عام 2022 تتضمن تطوير الخدمات الثقافية والمناطق الأثرية لتمكين المواطن المصري من الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة وإدراك تاريخه وتراثه. وقالت السعيد إن الخطة وجهت نحو 508 ملايين جنيه كاستثمارات حكومية لإحلال وتجديد عدد من المتاحف الكبرى، من ضمنها متاحف سرايا الجزيرة وقيادة الثورة وبيت الأمة، وكذلك تجديد معهد الموسيقى العربية والمعهد العالي للنقد الفني والمعهد العالي للفنون الشعبية، وإنهاء العمل في عدد من المكتبات والمسارح والمراكز القومية وواحة الثقافة بمدينة 6 أكتوبر وغيرها من المشروعات الهامة بالقطاع. أعلنت وزارة المالية استمرار مصلحة الضرائب في إعفاء الممولين من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين حتى منتصف فبراير من العام 2019، وهي نهاية المهلة المحددة. وناشدت الوزارة المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية الاستفادة من خصم 90% من الضريبة وسرعة سداد أصل الدين قبل 14 نوفمبر المقبل. وأكد البيان أن هذا القانون يأتي في إطار تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا في حال سداده للضريبة المستحقة، كما يعتبر هذا القانون خطوة هامة في تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية. أعلن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج اللواء محمد بدري أن الشركة تقوم الآن بتنفيذ 1370 وصلة مياه شرب وصرف صحي، وذلك في إطار المرحلة الأولى ضمن مشروع سكن كريم الممول من وزارة التضامن الاجتماعي، مضيفا أن مدة تنفيذ المشروع ستستمر 6 أشهر تنتهي في شهر فبراير القادم.
فيما يخص مجهودات الشركة في المساهمة في مشروع سكن كريم، ده تمويل من وزارة التضامن الاجتماعي بنسبة 80% وإحدى المؤسسات الخيرية بنسبة 20%. إحنا وصلنا حتى الآن 6.4 مليون جنيه لتنفيذ 20 وصلة مياه، بالإضافة إلى أكثر من 1500 وصلة صرف صحي ومقابلة للزيادة في عموم مراكز المحافظة. وهذا المشروع من المشروعات التي تساهم فيها الدولة من خلال الاستثمارات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لصالح المواطن الفقير، وإحنا الحمد لله نقل جهدا في تنفيذ التوصيات الخاصة بالدولة. استقبلت محافظة أسيوط وفدا من وكالة التعاون الدولي اليابانية الجايكا لمتابعة المشروعات الزراعية التي تقوم الوكالة بتمويلها في المحافظة. وقام الوفد بزيارات ميدانية لعدد من القرى للمرور على شؤون تخزين الغلال. وقال وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إبراهيم سرور لأكسترا نيوز إن المحافظة حريصة على تقديم كافة سبل التعاون مع الوكالة اليابانية لتنفيذ مشروعات في قطاعات الري والزراعة. الزيارة دي في إطار تقييم إنجازات مشروع الجايكا في المطبق في محافظة أسيوط، وتم التنسيق مع معالي المحافظ ومعالي كلف السيد السكرتير المساعد اللي شرفنا شرف معانا في المقابلة. والمقابلة ديت ما هي إلا عبارة عن تقييم للمشروعات والإنجازات اللي تمت من خلال تطبيق منهجية الجايكا في تحسين دخل المزارع من خلال العمليات الزراعية، من خلال التحاور مع التجار سواء في صغار التجار أو كبار التجار. أنهى وفد من القناة الخامسة بالتلفزيون البريطاني زيارة أهل محافظة أسوان في إطار الإعداد لفيلم وثائقي يتناول تاريخ الحضارة المصرية القديمة. وقال مدير المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بأسوان أحمد علي عبيد إن الفيلم يتناول تاريخ الحضارة المصرية القديمة على مدار 3000 عام ويسلط الضوء على الكنوز والمواقع الأثرية على نهر النيل. وأوضح عبيد بأن الوفد قد أنهى تصوير عدد من المشاهد في مختلف مدن مصر على أن يعرض الفيلم في شتاء عام 2019 على القناة الخامسة البريطانية ثم على بعض القنوات الوثائقية العالمية. وفي ختام هذه الجولة الإخبارية تذكرة بأبرز ما جاء بها من أنباء. السيسي يصل كريت للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان. السيسي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني. انطلاق فعالية تدريب المشترك تبوك 4 بمشاركة قوات من مصر والسعودية. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري اكسترا نيوز دوت تي في. دمتم في أمان الله، سالمين.